أن تكون أحد ملاك رولز رويس هو أن تقتني قطعة فنية، أن تكون جزءا من التاريخ. اسمي عبدالله وأنا أقود البوست. عندما أقود سيارة رولز رويس أتخيل أنني في عالم لوحدي. ما أقصده أن تكون حرا، أنت والسيارة في عالم واحد. لقد شهدت دبي تطورا عظيما خلال 50 سنة. هناك عبق من الماضي، هي محفورة معنا في الحاضر وسوف تمضي معنا إلى المستقبل. أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة ورولز رويس يجتمعان في هدف واحد، السباق إلى التميز. كوني إماراتيا ولدت وعشت في دبي، تعلمت منذ الصغر أن أطمح دائما إلى المركز الأول. أن تقتني رولز رويس يعني أنك تقتني الأفضل.